حول مجموعة من القضايا الهامة. يسعدنا اللقاء بالأساتذة الكبار. أستاذ رضوان الزياتي، يا مساء الأنوار. مساء الأنوار يا كابتن. يا أهلا وسهلا، منور. ده نورك والله. يا مرحبا. الله يخليك. أستاذ شريف عبد القادر، مساء الأنوار. حبيبي يا كابتن، ربنا يخليك. مساء الفل عليك وسهل. وعلى مشاهدينك، وسعيد بوجودي مع الأستاذ رضوان مع حضرتك. يا أهلا وسهلا. قبل ما نبدأ الحوار، بكرة بمشيئة الرحمن السابعة مساء على قناتنا الجميلة أون تايم سبورتس هيبقى في نقل مباشر لنهائي كأس الكؤوس الإفريقية بين ناديينا الكبار الأهلي والزمالك إن شاء الله. طيب، تحبوا نبدأ بإيه؟ يعني أنتوا اختاروا، أنا عندي موضوعات، ولكن لو في موضوع معين حابين تتكلموا فيه قبل ما نبدأ. نبدأ بالبتاع القضية الجدلية اللي كنا بنتكلم فيها، الهدف الملغي بتاع الأهلي ده. هدف الأهلي. طب أقدر أسأل سؤال الأول؟ وتجاوبوني بصراحة. طب. متوقع؟ طبعا متوقع السؤال؟ أنا عارف السؤال اللي هو تشجع إيه؟ أيوه أنا؟ بشجع إيه؟ لا أنا بشجعش حد. لا مؤكد بتشجع. بشجع بس دي مش عيب لا مش عيب بقى. لا هي جوايا يعني. إيه؟ يعني إحنا قريبين كده من اللون الأحمر يعني. أهلي، وأنا عارف أنت طبيعي أهلي. تمام. طيب أنا ما أقصدش والله حاجة، وما كنتش عارف، أقسم بالله أنا ما عارف أنت أهلاوي ولا زملكاوي، أنا لسه عارف حالا دلوقتي، بس مهم ان انا ابقى. طيب حابب تقول ايه؟ لا حابب اقول ان الحاله اللي رجع ليها الفار ما بيرجعش في الحالات اللي زي دي. هو صح القانون بيقول ان الكره لازم تتلعب وهي ثابته، نعم، لكن مش من ضمن الحالات الاربعه اللي بيرجع ليهم الفار، اللي هي الكره ان الكره تبقى متحركه ولا ثابته، دي مش شغله الفار خالص. فهو ده حسم القضيه من الاخر يعني مش دي من الحالات اللي هو بيرجع ليها الفار. الحكم خلاص مشى اللعب، يبقى الهدف صحيح. نعم. بس بص يا كابتن، طبعا يعني الكره المصريه او الدوري المصري تحديدا عارفين ان احنا بنمر بظروف والتاجيلات والتاخر في انطلاق المسابقه وختام المسابقه، ولكن في محاولات ان احنا نعمل دوري كويس، نبث الدوري بشكل كويس جدا طبعا عبر القنوات الاون، بان احسن صوره، احسن تصوير، احسن تعليق، احسن كل حاجه، ولكن هيبقى احد العناصر دي هو سبب ازمات الدوري المصري؟ لا، دي مشكله. نعم، خاصه في وجود الفار. يعني مع وجود الفار لا مجال للخطا البشري، وده بروتوكول. يعني الاربع حالات دول اللي هم بيتدخل فيهم الفار ده بروتوكول. فكونك تتدخل في لعبه مش ضمن البروتوكول ده خطأ إجرائي. نعم. وخطأ قانوني، خاصة وإن حكم المباراة سمح باللعب. طبعا أنا قبل ما أجي لما سمعت الكلام بتاع كابتن أحمد الشناوي في هون تحليله للحالة الجدلية دي وقال الهدف صحيح، طبعا ما اكتفتش بتحليل كابتن أحمد الشناوي وسألت خبراء تانية. قالوا لي هدف صحيح، والكابتن أمين عمر ما كانش لو الحق فيه الرجوع للفار. نعم. لان ده خطا بعيد تماما. الكوره لو هي خطا قانوني زي ما قال الاستاذ رضوان، الحكم في ايده ان هو يشاور يصفر، لا العب، ثبت الكوره والعبها. لكن خلاص انت اديت قرار باللعب، واللعبه اتلعبت لقفشه، ومن قفشه يعني لمحمود وحيد وجت جول. مفيش رجوع للفار، الفار ما يرجعكش. الفار يرجعك في اربع حالات: ركلات الترجيح، تسلل، الطرد، خطا قبل الهدف، خطا مثلا فاول لمسة يد بتاع قبل الهدف، تدخل عني اي حاجه، طرد. ده كلام خبراء التحكيم، ده البروتوكول. ده البروتوكول. عرفت ده من خبراء التحكيم. طبعا سالت اكتر من واحد يعني. تمام. يمكن انا وريت حضرتك قعدهم قبل الهوا. أيوه. فعايز اقول لك يعني لما يبقى للاسف شديد لما يبقى عندنا دوري جيد يفسده التحكيم، دي ازمه. يعني ما بكلمش على ماتش الاهلي. أيوه. انا اول مره اتكلم في الجزئيه، يعني ما مش من هوات الاهلي كان ممكن يتغلب النهارده. في اكتر من فرصه خطره ومحققه ضاعت من البنك الاهلي. صحيح. والبنك الاهلي عمل جيم جيد جدا. صحيح. ماشي. وفي ضوء نتيجه المباراه التعادل عادل بين الفرقتين على اساس يعني تقارب الفرص. الماتش كان تعادل، مكسب للاهلي. مكسب للاهلي. طبعا ماشي. يعني الاهلي كان عنده فرص وفرص اكتر للبنك الاهلي. نعم. فالتعادل مرضي. نعم. لكن ان انت تحرم من هدف صحيح. يعني نتحدث يعني عن العدالة. يعني بص، خاصة ما يبقى كابتن الخطأ مؤثر في نتيجة المباراة. نعم. يعني لا مجال في وجود الفار للخطأ البشري. لا مجال. خلاص انت دلوقتي عندك مساحة تتفرج على الفيديو وتراجع
والتدخل من اللي بره بيشوفه والكاميرات اكتر من دلوقتي اكتر من 12 13 كاميرا بتدي كل مباراه ماشي بصوره جيده جدا. نعم. وكان الحاجات اللي كنا بنعاني فيها الموسم الماضي اللي هي ضبط التسلل، ضبط خط المرمى، الكاميرات اللي بتبقى ورا المرمى، كل ده بقى موجود دلوقتي في الموسم ده. يعني دور كبير للرابطه في ان هي ظبطت الجدول وظبطت الدوري وظبطت التصوير وظبطت التعليق وظبطت كل حاجه. ليه احنا بنفسده؟ ما ظبطتش التعليق، مالناش دعوه بالتعليق. تعليق بتظبط من نفسه. لا يعني في تنوع كتير والحمد لله. يعني في تنوع كتير. نعم. ماشي حضرتك. نعم. وفي اكتر من عنصر جيد، وكان في الجزء اللي عملتوه المسابقه اللي افرزت عدد من المعلقين. انت المعلق. ماشي. يعني في حاجات كتير كويسه. ليه الدوري يبقى فساده من عنصر التحكيم؟ خلينا ما نسميش فساد، نسميه اخطاء. اخطاء. انا كلمه فساد دي بتعني امر اخر. كابتن. يعني تعني نيه، تعني واحنا توجه. كلنا هدفنا ممكن إيه؟ نقول ايه؟ بطوله افسدها الهوى. بطوله افسدها الهوى. هو في شويه من ريحه شيء. قاعدين النهارده مع احمد شوقي وحافظ ابراهيم. يعني بص يا كابتن، طيب. يعني لازم 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 الناس تراجع وتبقى عارفه القوانين ايه، والناس تبقى داخله المباراه دون اي فكر واي اهواء. دي ازمه. طيب ازمه بتخلي في حاله احتقان بين الجماهير. طيب انا عايز، بما ان احنا اتكلمنا في الجزئيه دي، برضو انا عايز ارجع للكوره بتاعت امبارح بتاعت الاتحاد السكندري وفيوتشر. ازمه ثانيه. هاتها لنا برضو يا احمد. وكل الحكام اجمعوا انها ضربه جزاء، قالوا انها ضربه جزاء. ضربه جزاء. هل هو رجع للفار في الماتش ده؟ لا، ما رجعش خالص، ولا كان في حاجه حصلت. ده المدهش والغريب يعني. يعني هل يعني هل الفار ما رجعش ولا لا، ولا حتى وقف كمان، ولا حتى وقف ولا مش يمكن الفار قال له العب؟ لا ما اعتقدش. انت شفت مساحه لا لا انا طبعا ما اعرفش الفار قال له العب ولا ما تلعبش، لكن لكن ركله الجزاء واضحه يعني، واضحه خالص، واضحه يعني جدا يعني. في تدخل مباشر يعني على لا المهم ان هو اداله انذار، دي المشكله كمان. يعني معنى كده ان هو مصمم على القرار وقراره صح. لاعب يا اخي مؤدب، حتى اعتراضه كان بادب. لا ما يعني هي مش رغم ان الظلم اللي اتعرض ليه. لا اداله انذار. اداله انذار سيموليشن. ادى الانذار. ما انا مستغرب اداله انذار ليه يعني؟ حتى في احتكاك يعني، لو انت مش مقتنع بانها ضربه جزاء ما تدروش انذار. لكن هو لا سمع فار ولا الفار قال له حاجه، والدنيا مشت كده للاسف. طيب يعني خلينا نقول برضو، عشان يعني احنا برضو في النهايه لابد ان التحكيم بشكل او باخر يعني ندعمه، لانه لا يعني هو رئيسي. هو المفروض بنوجه، بس لازم بص يا كابتن، ما تنهارش هذه المنظومه زي ما قال شريف. انت السنه اللي فاتت وقال كل عناصر اللعبه تحسنت، التصوير اتحسن، الاخراج اتحسن، الكلام ده كله اتحسن. يعني هو طبعا مش بالجوده اللي احنا بنشوفها في ملاعب اوروبا وفي اوروبا، لكن يعني احسن من السنه اللي فاتت. طب ليه بقى التحكيم مع وجود الـ الجوده ديت في نقل المباريات وفي الكاميرات والكلام ده كله، نعم، ليه ما تحسنش مستوى التحكيم؟ يعني ليه بقى للموسم هو ده؟ هو ده السؤال. انا اتصور يا استاذ شريف انه كابتن امين عمر، ما برضه لازم الحكم يبقى مذاكر قوي. انا همشي على فكره، انا وانا يعني انا اللعبه دي انا شفتها هنا بس، لان كنت في الطريق في العربيه. وامين عمر خاف المباراه. لا هل هو خاف ولا خاف؟ هو لا خاف، ما عندوش المعلومه. لا عنده المعلومه بس هو خاف. ما اعتقدش ان عنده المعلومه. لا انا اعتقدش ان عنده المعلومه. لا حكم دولي ما عندوش المعلومه ازاي؟ لا حكم دولي، لحظه واحده. حكم دولي مش عارف الاربع حالات اللي هم بيرجع ليهم الفار؟ دي مستحيل يعني حد يقنعني يقول لي ان هو مش عارف. لا يبقى ده ما يستحقش ان هو يحكم. حتى انفعال الكابتن سيد عبد الحفيظ، لكن يقول له انت عارف اول حاجه يقول له يا كابتن يعني هل الكابتن سيد اول حاجه يقول له لا دي مش شغلتك. لا ثانيه واحده، هل الكابتن سيد كان عارف ان دي حاله من الحالات التي لا يجوز الوقوف فيها؟ اكيد طبعا. كل القوانين دي بتروح معروفه، كل القوانين دي بتروح لمدير الكوره. ده المتفرج العادي عارفها، ده المشجع العادي عارفها. يعني الناس حفظت الحالات اللي هي بيرجع ليها الفار. اوكي. طب دي مش موجوده. يبقى اذا ده الكلام ده كله غلط. طيب يعني طبعا كان نفسه يعني زي الكابتن. كلمه اخيره بس يا كابتن بعد اذنك. يعني للاسف الشديد، للاسف الشديد للموسم الثاني على التوالي، رغم ان لجنه الحكام او اللجنه الرئيسيه للحكام تم تغيير اسمائها كلها، ومع قائم احترامنا وتقديرنا للسابقين وللكابتن عصام عبد الفتاح الحالي، ولكن للاسف الشديد الحلقه الاضعف في منظومه الدوري المصري او الكره المحليه هي الحكام. لأنه في النهاية هو صاحب الصفارة وصاحب القرار.
فاحيانا يعني خطا من جانبه يودي النتائج يودي ينزل فرقه ويصدر فرقه وحضرتك بتعلق بالتاكيد في التحامات وفي في حاجات طبعًا بتعدي طبعًا. لكن لما يبقى الخطا مؤثر في النتيجه لا دي لازم نتوقف. صحيح انا طبعا متفق معاكم تماما ان لا يجب ان تكون مع وجود الفار لا يجب ان تكون هناك اخطاء قاتله اخطاء كبيره يعني اخطاء كبيره بتتحكم في نتائج المباراه. وانتوا قلتوا كنتوا فير جدا قلتوا الماتش كان يعني لا الاهلي لا لا يا الاهلي بقول لك حضرتك يعني نفد من هزيمه مؤقته فرص خطيره جدا لان الثلاث فرص انفراد وفي ثلاث يعني فرص ورا بعض يمكن فرص الاهلي فيها وفيها لكن فرص البنك الاهلي كانت فرص محققه اهداف محققه يعني انفراد لكن هذا لا يعني ان احنا لا القانون يطبق طبعا هذا امر اخر الكره لو دخلت جول خلاص حد هيقول حاجه بالظبط. طيب ننتقل من هذه النقطة إلى النادي الأهلي برضو ونهائي دوري أبطال إفريقيا. يعني بمنتهى الصراحة رأيك في تعامل الأهلي مع هذه الأزمة؟ طبعا الأهلي تعامل بشكل احترافي بداية من البيان الأولاني اللي هو كان فيه التأكيد على والحرص على العلاقات بين الشعبين المصري والمغربي والدولتين مصر والمغرب والأشقاء في الوداد نادي الوداد المغربي ده كان جزء مهم جدا كان لازم يبتدي به البيان الأولين وطلبات النادي الأهلي ولو المحكمة الرياضية وكل الكلام ده كله. يمكن كان جمع لي لقاء بالأستاذ رضوان من كام يوم برضو وقلت إن لازم يبقى فيه ملحق لهذا البيان اللي هو البيان اللي صدر امبارح اللي هو الست نقاط بتوع امبارح يعني ان اولا المطالب تحافظ على حقوقك المطالب الست تحافظ على حقوقك في المباراه بقى خلاص انت دول امام امر واقع ان المباراه هتتلعب في مركب محمد الخامس واللي هو ملعب نادي الوداد ويوم 30 يوم 30 مايو خلاص ده قرار نهائي ومفيش رجعه فيه. صحيح تلجا للمحكمه الرياضيه تاخد حقك بعدين لكن في قرار احفظ بقى حقوقك نص الملعب تاخده جمهورك طاقم التحكيم يكون على مستوى الحدث ما بقولش اوروبي يعني رغم ان احنا ممكن نبقى محتاجين لده لان يبقى حكم اوروبي معلوش اي ملحوظات طاقم التحكيم ما يبقاش عليه ملحوظات حكم اوروبي لا هقف هنا لحظه واحده وهروح للاستاذ رضوان هل تتوقع ان يدير هذا اللقاء حكم اوروبي؟ لا 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 حكم افريقي يعني هما اولا ما فيش اتفاقيات كان في اتفاقيات قبل كده بين اوروبا والاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي واتلغت في برضه اتفاقيه مع اتحاد امريكا اللاتينيه واتلغت فما فيش اتفاقيات تبادل للحكام بين ما فيش على اللي حصلت اللي هي في تصفيات كاس العالم ودي تبع مظله الاتحاد الدولي الفيفا يعني برغم كامل الفار بس الاتحاد الافريقي هو اللي بينظم كل حاجه لكن دي زي ما قلنا تحت مظله وكانت في الفار الاهلي هو بياكد على ان هما يجيبوا الاهلي بيستند ليه بقى في الحته دي ان هو الماتش ده مؤهل لمونديال الانديه يعني اذا حاجه مؤهله لحاجه تبع الفيفا برضه فهو بيقول لك يعني انا عاملني زي ما تعاملت اللي هي المباراه لكن توقعات لا توقعي انا ما اعتقدش ان هيجي ولا حتى حكام ولا فار ولا هو انا يعني عندي بعض المصادر يعني وفقا للمصادر ويا رب اكون صح ان اللي هيدير اللقاء هو الحكم فيكتور جوميز لو عملوا كده يبقى لو هم عملوا كده يبقى صح رغم ان هو ادار بيصححوا بعض الاخطاء مباراه الاياب بين الوداد وبترو اتلتيكو لان هم سبقوا برضو من ضمن الحاجات اللي هي او تؤكد ان في مؤامره ان هم عينوا فيكتور جوميز في الماتش بتاع قبل النهائي بتاع الوداد طبعا وبترو اتلتيكو طبعا فطبعا دي يعني انت عندك احسن حكم في افريقيا كلها معلوش اي ملاحظه معلوش اي ملاحظه محدش اشتكى منه قبل كده جيب لي بكاري جسامه تسيبه للاخر او كازوي تجيبه اقلل النهائي يعني انت يعني ده يدل على ان فعلا انا بقول لحضرتك فاينل فيدرالي انا بقول لحضرتك الذي يدير الاتحاد الافريقي فعليا هو الاستاذ مع احترامنا ليه طبعا واحترامنا للدوله اللي بينتمي ليها هو الاستاذ فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكره القدم نائب رئيس الاتحاد الافريقي وفاطمه زامور نعم وفاطمه زامور يعني هذا الرجل هو من يدير الاتحاد الافريقي الراجل اللي هو باتريس موتسيبي ده راجل شكل كده راجل ملياردير محترم وبتاع
لكن اللي بيدير المنظومه بس شاطر انه برضو بيدافع عن مصالح ما هو شاطر يعني. بس لا بس ما شاطر لا بس ما تتشطرش يعني. انت شاطر خليك شاطر لكن انت راجل يعني منصب طيب جدا. معلش انا هقطعك. معانا الكابتن عصام عبد الفتاح حتى نقطع الشك بالايه تمام باليقين. يا كابتن عصام مساء الانوار. مساء الخير يا كابتن مدحت حضرتك ربنا يخليك وتحياتي الاساتذه شيف عبد القادر وربنا يسعدك. اهلا شريف بيزا حضرتك يا كابتن. اهلا يا كابتن. الله يخليك. طبعا اثير جدل كبير حول الكوره اللي حضرتك عارفها اكيد، وحكامنا اللي بيعلقوا على التحكيم قالوا ان الهدف صحيح 100%. حابين انت راجل طول عمرك فير وبعدين بتتكلم بالقانون. كل اذان صاغيه يا كابتن. وفي ناس ثانيه يا كابتن مدحت قالوا الهدف مش صحيح 100%. مظبوط مظبوط. احنا نسمع حضرتك بقى نسمع حضرتك. يعني احنا نصدق مين بقى كابتن؟ لا احنا نصدقك انت ان لوائح عندك وكم. بعد اذنك كابتن مدحت السؤال اللي هو بيطرح نفسه هل الحاله ديت من الحالات التي يرجع ليها الى الفار؟ اتفضل يا كابتن. تدخل الفار. اوكي اتفضل. انا يمكن كنت ناديت من فتره ان التحكيم في تحديثات كتيره جدا والفيفا دايما حريص انه يعمل دورات مستمره. لسه عامل دوره لمحاضرين الفار من 5 أيام فقط لمده 3 أيام واتعملت في دبي وجم كل محاضرين العالم وحضروا الدوره. انا بنادي اخواتي وزمايلي الكبار والمحترمين من المحللين ان لازم يعملوا ابديت لكل ما هو حديث في التحكيم. عشان وفي حاجه يا كابتن مدحت، هل ممكن دكتور يقدر يعمل عمليه جراحيه لمريض في القلب ولا اي مرض؟ مستحيل. لا دكتور تقصد غير متخصص. يعني الدكتور في القلب هيعمل طبعا. يعني لو مهندس يقدر يعمل عمليه. لا مهندس لا، لكن دكتور يعمل عادي. مش اي عمليه يعني. طبعا. المهم ممكن ترميم عظام. بقول ايه؟ بقول ان احنا عندنا موضوع الفار ده لازم الناس اللي بتحلل لازم تكون متخصصين في الفار. لازم يكونوا واخدين رخصه. رخصه فار، حضروا دورات فار وخدوا رخص فار، لان ده علم كبير. بروتوكول الفار علم كبير وتطبيقه علم كبير وروح البروتوكول علم كبير. ناخد اللعبه دي يا كابتن مدحت من الالف للياء. تمام. اولا وفقا للقانون يا كابتن مدحت، وانت كنت لاعب كبير ومدرب كبير، الله يخليك، اي ركله ثابته ركله حره ثابته هل الكره تستأنف ازاي؟ لازم تكون ثابته على الارض طبعا تتنطط زي ما شفناها كده؟ لا مفيش شك، لابد تكون ثابته. احنا متفقين معاك في الموضوع ده. وفقا للقانون هذا خطا 100%. دي اول حاجه القانون. تمام. كره القدم اللي بيحكم بيه الحكام الهدف سبقه خطا 100%. الكره كانت متحركه، الحكم ما شافهاش ولعب الكوره. الحكم ما شافهاش واتلعبت الكوره، وشكل الكوره كمان مش بتتحرك، ده بتتنطط يا كابتن. صحيح صحيح. كان صعب قوي يعني، خلينا نكون واقعيين. صحيح. صعب قوي جدا. طيب. صح. البعض الاخوه بيتكلموا على الاجراءات، اجراءات الـ 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 الفار او اجراءات تنفيذ الرقلات، ان الفار ما يتدخلش. عاوز اقول لهم ارجعوا لروح البروتوكول. احنا عندنا في قانون الفار يا كابتن. لا الفار ما فيهوش روح يا كابتن كده. روح الفار ده ما فيهوش روح. الفار ده جهاز. طب نسمع الكابتن. انا محاضر فار في الفيفا يا باشا. الفار ما فيهوش روح. طب نسمعه يا كابتن. لا ليه روح؟ زي الانسان مالوش روح. لا مالوش روح. اسمعوني انا، انت دلوقتي بتاخدوا رايي. طب نسمعه الاول. اتفضل يا كابتن. اللي قال لك مالوش روح ده مش لسه ما عرفش حاجه. اللي قال لحضرتك ان ما عندوش روح ما عندوش. انا ما حدش قال لنا. لا انا بقول بشكل عام، انا بقول كمحاضر على مسؤوليتي الشخصيه. هو كابتن عصام محاضر دولي في الفيفا في انا الفار. يعني انا مش ضد حد او مع حد. اتفضل. كل واحد كل حاجه ممكن نعملها روح. وما فيش حد هيكسب كده. لازم نكسب بالعدل. نكسب بالحق. تمام. لان يا كابتن مدحت نلغي البروتوكول خالص بتاع الفار. تمام. نتكلم الكره دي لو كانت احتسبت هدف، مصر كلها كانت هتتكلم، ومحللين التلفزيونات كلهم كانوا هيتكلموا انه هدف غير شرعي وهدف غير سليم. خلينا نكون منطقيين. تقصد لو دخل في الاهلي في اي فريق. أوكي. حتى للنادي الاهلي، حتى لو الاهلي هو اللي جاب الجون ده واتحسب الجون ده، كلنا حتى انت يا كابتن مدحت وانا ما اقدرش ارد اقول ازاي ده اللعبه استأنفت بشكل غير قانوني على الاطلاق وبشكل مضحك. مضحك. خلينا نكون امنا في تحليل، مش الحكام بقى هم بس على طول للناس الحته المايله تقت الناس بتخبط فيهم، حتى الناس اللي من نفس الاسره
انا دي يا كابتن مدحت مده طويله ما بطلعش الاعلام، بنحاول نشتغل، بنحاول نطور، وعلى يدك يمكن انت حضرتك طلبتني في اكتر مداخله وانا اعتذرت بشكل محترم، لان احنا مش عاوزين نخش ونتكلم لا بس التوضيح مهم يا كابتن عصام، التوضيح مهم لان الراي العام. عايزين السؤال، هل البروتوكول بيرجع؟ سؤال للكابتن عصام، سؤال للكابتن عصام. بعد اذنك كابتن عصام اتفضل. انا لو دخلت موضوع الروح في موضوع الفار، يبقى انا ادخل كل الحالات بقى اللي هي فيها جدل، ما في حالات اللي هي الحالات اللي احنا اللي بينص عليها القانون بتاع الفار، في حالات اصعب يا كابتن. طب ماشي، هكمل يعني في حالات اصعب من كره، اصعب بكتير جدا، ومش من ضمن حالات الفار، والفار ما بيتكلمش. اتفضل يا كابتن. أنا يبقى اذا انا بتكلم وبطالب الاتحاد الدولي ان هو كل بقى الفار ده يتدخل في كل حاجه، عشان بقى تبقى ايه العمليه. طيب مفتوح. اتفضل يا كابتن عصام. احنا بس انا حضرتك عارف الفار بيتدخل في كام حاله؟ اربع حالات، منهم هدف او لا هدف. هل سبق الهدف اي خطا؟ لا. في حالات مثلا يعني زي انا برضو سمعت احد الزملاء قال حتى لو الكره خرجت خارج الملعب واللاعب دخل بيها داخل الملعب واتلعبت والمساعد ما شافش ان هي خرجت رمية التماس وجات جون، يبقى جون خطأ 100%. لازم يرجع لرمية التماس، لازم في الاي بي بي يقول له ان الكره كانت خارج اللعب، لان كل اللي بعد الكره ما خارج اللعب كله ده باطل. باطل غير صحيح. احنا عاوزين نتكلم بالعدل والمنطق. هل اللعبه دي لو في النادي الاهلي العكس، والله العظيم مصر كانت هتقع، لان فعلا كان هيبقى جون باطل غير صحيح وفقا للقانون نمره واحد، واثنين وفقا لروح بروتوكول الفار. طب سؤال انا فهمنا دي يا كابتن عصام، سؤال هنا، هل حكام العالم كلهم ماشيين على حاجه دلوقتي محاضر في الاتحاد الدولي؟ هل حكام العالم في كل المباريات اللي احنا بنشوفه الحقيقه ان هم بيرجعوا لما بيبقى في فاول مثلا في وسط الملعب، ثم هجمه بهدف هاند بول، هجمه بهدف، لكن لسه ما شفناش يعني يمكن الحاله دي اول مره، هل هم لو حصلت الحاله دي هيبقى نفس الكلام؟ طبعا يا كابتن مدحت، لان الهدف جه تماما بشكل غير قانوني على الاطلاق. الكره بالشكل ده الناس تضحك علينا بره لو الهدف ده احتسب. يا كابتن عصام، ما كانش حد هياخد باله الا لما الفار رجع لها. ما حدش خد باله الا لما الفار رجع لها يا كابتن عصام. بس بقول بس لحضرتك، مين ما ياخدش باله؟ ده كله قاعد عينيه قد كده، مين ما ياخدش باله؟ ما كانش هتتعاد يا كابتن، ما كانش هتتعاد. ده الكوره اصلا في يا كابتن، والله ما كانت هتتعاد. لا 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 لا، والله ما كانت هتتعاد. هي اللي كانت هتتعاد لو هي تسلل. لا 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 لا، بص، هو لولا تدخل الفار والكابتن محمد سلامه. انا عاوز اسال حضرتك، اسال حضرتك يا كابتن. انا عندي حضرتك الروح دي والكلام ده كان زمان، روح القانون وروح ده كان زمان، دلوقتي في بروتوكول. اتفضل. طب عاوز اسال حضرتك سؤال. اتفضل يا كابتن. انت تقبل حاجه باطل يا كابتن؟ ده وانا هاخد فلوس يا حرام؟ تقدر حاجه باطل يا فندم؟ الحكم سمح باللعبه، الحكم سمح باللعبه. اخطا الحكم زي ما بيخطا في حالات كتيره والفار بيرجعه. يتحمل نتيجه خطاه. يتحمل نتيجه خطاه يا كابتن. بص، انا بصراحه هي دي مشكلتنا في التحليل يا كابتن مدحت، ان في بعض المحللين لا يملك رخصة الفار وبينشر اخبار كاذبه للناس وبيفهم الناس حاجات غلط. عاوزين بنادي من خلال حضرتك، وانا اتكلمت في اتحاد الكوره، نعمل دورات للناس دي. لازم يعملوا ابديت للحاجات اللي الحديثه اللي بتحصل في التحكيم. طيب حضرتك لما بتحاضر على دلوقتي مفهوم كره القدم، ان لازم المحاضر، لازم الحكم يكون عنده مفهوم لكره القدم قبل القانون وقبل الاعتبارات اللي بيحكموا بيها. ده الجديد من 3 سنين اللي بنحاول نعلمه لحكامنا، لازم الكل يعرفه. طيب يعني قولا واحدا كابتن عصام، التحديث الحديث، لان حضرتك دلوقتي محاضر في الاتحاد الدولي، وبالتالي كلامك له قيمته ووزنه مؤكد، لان انت بتحاضر في الاتحاد الدولي للحكام في منطقة الفار. هل التحديث الجديد ان اي خطأ ايا كان خارج الاربعة ونتج عنه هدف يرجع للفار ويتأكد ويلغي؟ ده سؤال مهم جدا. روح الفار لو مسألة روح الفار. يا كابتن مدحت، انت بتقول الاربعة، انا مع الاربعة 100%. تمام، واقدر اقولهم لك الاربعة منهم هدف او لا هدف. تمام، هل الهدف اللي جه كان صحيح؟
لا ما احنا احنا متفقين الاجراء هو اللي غير صحيح. بس انا الاجراء هو اللي غير صحيح. انا سؤالي يا كابتن عصام، روح القانون معاك يا كابتن، روح القانون روح القانون روح البروتوكول. القانون 100% خطا، القانون القانون 100% الهدف خطا 100%، لكن نتكلم على البروتوكول اللي الاستاذ شريف بيتكلم عنه، روح البروتوكول. طب انا هسالك حاجه، هسالك حاجه سؤال يا كابتن. نعم. الكابتن امين عمر شايف الكوره وهي بتتلعب، ما شافهاش وهي بتتنطط؟ ما هو سمح باللعب، جنب اللعب، ما هو سمح باللعب يا كابتن، هو يتحمل نتيجه خطاه. زي ما انا ممكن اخطا وحضرتك ممكن تخطا والكابتن، وركله الجزاء بتاع الاتحاد امبارح برضه روح البروتوكول. لا انا هنا، انا عندي هنا ملحوظه يا استاذ شريف، انا اعتقد ان هو ما شافهاش. لا يعني اعتقد ان هو ما شافش الكره بتتنطط. لا لو حضرتك شفت يبقى اخطا زي ما الكابتن عصام بيقول اخطا، يبقى اخطا ان هو سمح. لكن لا الناس كلها بشر، ملائكه يا كابتن مدحت الا الحكام. لا طبعا كله بيخطا، اللي مش بشر. لا احنا فقط بنتاكد من حضرتك انه 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 دلوقتي التحديث الجديد هو روح الفار وليس الحالات المنفصله. ده السؤال، مفيش نص بيقول روح القانون. ده سؤال مظبوط كده كابتن عصام يا كابتن مدحت؟ انا عايز اخد منك اجابه قاطعه في الحته دي. انا قاطع، انا يا كابتن مدحت واضح معاك وبتكلم بكل صراحه. ما بني على باطل فهو باطل، واحنا بنتكلم على مفهوم جديد لازم الناس تعرفه. ان مش بس التحكيم هو قانون واعتبارات اللي هي بحكم الحكام. هناك من زمن طويل، 3 سنين، وده يعتبر مده طويله من الزمن. هناك في حاجه اسمها اندرستاندينج فوتبول، اسمه كره القدم. ده بقى موجود قبل القانون وقبل الاعتبارات. انا بتكلم كابتن، وابعت لك حالات كتير وابعت لك كمان نصوص زي ما كابتن الاستاذ شريف ما بيقول. انا ما بنخبيش حاجه يا فندم احنا ما بنشككش في الحكام بتوعنا، احنا عايزين نوصل. كابتن مدحت على سبيل المثال، هل الاسبوع ده كان عندنا اخطاء؟ كان في بعض الاخطاء. زي ايه بقى؟ خدني بقى ماتش فيوتشر والاتحاد. فيوتشر اتحاد سيميليشن 100% وقرار الحكم 100% صحيح فعلا في ماتش المصري. في ركله جزاء لم تحتسب للمصري. يعني دي سيميليشن دي يا كابتن اللي هي بتاعت اتحاد اسكندري؟ ماتش الجيش والزمالك. سيميليشن يا كابتن مدحت. انا بقول لك على مسؤوليتي الشخصيه ونيجي نحللها في اي مكان في العالم. سيميليشن. انما في اخطاء انا مثلا بقول في ماتش المصري في ركله جزاء لم تحتسب، مش اثنين، ركله واحده. ماتش الزمالك. ماتش المصري والزمالك. الجيش والزمالك. ركله جزاء للجيش. المصري الاخير. اعتقد مش ماتش المصري وسموحه. المصري وسموحه. احنا بنعترف باخطائنا عشان نصحح. بالظبط كده. بالظبط. ونحاول نتقدم في اداء الحكام. مش بنحط راسنا في الرمل، بالعكس. انا اتمنى بس ان الجميع يعني يبقى شويه يعني ما يدخلوناش احنا اطرافنا في معارك جانبيه، ما يدخلوناش اطراف. انت لما يكون عندك حاجه انا اطلع اقول الهدف ده صحيح، الهدف ده مش صحيح، بس بالعدل والحق. طيب سؤال اخير بعد اذن حضرتك يا كابتن عصام. اتفضل. انا همشي مع حضرتك ان في حاجه اسمها بروتوكول، روح البروتوكول الفار. اتفضل. ماشي. طب ما انا كده بدي للحكم، معلش مع احترامي يعني، حكم الاهواء بقى، ما ده روح البروتوكول يعني، كل حاجه بقى علقها على روح البروتوكول. اهواء بقى، طالما مفيش قانون ماشي حاكمني وفي بروتوكول حاكمني، خلاص الكره دي بقى بروح البروتوكول. دي بروح القانون. لو امشي مع حضرتك القانون هتبقى هو الحكم هي اللي بتتحكم. خطا 100% خطا واضح 100% بالقانون. دي نمره واحد يا كابتن مدحت. شفت في حياتك، وانت حتى لو كنت بعد ما بطلت بقى كوره وبقيت مدرب وبقيت تلعب خماسي، شفت لعبه انت حتى لو بتلعب ناس بدون كتير حد. لا شفنا كتير. دي حصلت وجابوا كتير. دي كده جول. لا حصلت كتير يا كابتن، ان الكره اتلعبت وهي متحركه. هو طبعا احنا متفقين انها خطا، لكن هو الاختلاف هل الفار من حقه ان يتدخل او لا يتدخل، هو ده الاختلاف. حضرتك بتدينا الاجابه بوضوح كده، جمله واحده كده. انا دلوقتي انا يا كابتن مدحت في الاعلام ما اقدرش اقف قدامك كده واقول تعظيم سلام، نتعلم منك. لا العفو يا كابتن، العفو. لا دي حقيقه، لان ده مش تخصصي. اتفضل. ذكي يا كابتن عصام، انت ذكي والله. اتفضل. انا مش ذكي. لا والله ذكي. لا انا بقول الحق بس. مونديالي. لا والله العظيم بقول الحق. في حد يقبل ان دي تبقى هدف في العالم؟ طيب مستحيل. يعني قولا واحدا من بكل امانه، بكل امانه وكل مصداقيه. قولا واحدا. طيب قولا واحدا كابتن عصام من بقك انت، حضرتك قول لنا
ان الفار لا يختص بالاربع حالات فقط، ولكن هناك روح الفار او روح القانون. حضرتك قولها لنا بقك عشان نبقى احنا كده قفلنا الموضوع. هقول همضي لك يا كابتن مدحت اقرار، همضي لك على الهواء دلوقتي. لا قولها لنا، قولها لنا على الهواء. بس احنا هنحاسبكم على الروح بتاعه الفار. كل الاخطاء اللي بتتعلق بالاربع حالات زي هدف او لا هدف زي ده بيخش فيها البروتوكول الفار، وهناك ايضا روح البروتوكول اللي في بعض الحالات اللي لا يتدخل فيها الفار يتدخل روح البروتوكول خارج الاربع حالات، اوقات خارج الاربع. بمثلا يا كابتن احنا دلوقتي الحاله دي خارج الاربع حالات. انا هقول لك حاله مثلا خارج الاربع حالات، ان لاعب بيلعب مثلا فاول ولعب الكره برجلين اتنين، يعني لعبها باليمين ولمست الشمال، لمسها مرتين لمسها لازم يتحسب لك حر مباشر ويتلغى الهدف. بالرغم ان هي مش من الحالات الاربع، يعني داخله ضمن ان في خطا حصل قبل احراز الهدف. ما دي حاله. واقدر ابعت لك حالات بالتحليل والتفسير من الاتحاد الدولي. تمام. احنا عاوزين نقول يا كابتن مكان، يعني احنا نحاول شويه للاسف، وهي وبيجي ضغوطات على الحكام، ما بتكلمش على الساده الاعلاميين لكن مننا احنا. النهارده مثلا انا اتفرجت بصراحه وكنت مستعجل في احد القنوات اثنين من رموز التحكيم بيختلفوا على تنفيذ القانون، واحد بيقول دي مش هدف، واحد بيقول دي هدف. ويعني والكلام يعني الاثنين صح على فكره. الاثنين صح. خلاص يبقى الحكم صح. الاثنين صح والله. لأن لا واحد بقى واحد مش مع القانون وواحد مش مع روح القانون. لا واحنا رجعنا للكابتن عصام مش باعتباره رئيس لجنه الحكام. لا والله انا ما بهزر، هو واحد مش مع القانون وواحد مش مع روح القانون زي ما اعتباره محاضر دولي في الفار. نمشي مع مين فيهم يا استاذ شريف؟ يمشي مع مين؟ يمشي مع مين؟ يمشي مع ان الحكم يصفر ان اللعبه خطا، مش يرجع للفار، لان ده مش تدخل للفار، هو اخطا بتدخل برجوعه للفار وانه يخرج بره يتفرج على الشاشه. ده هو الاستاذ رضوان اللي قال الاثنين صح. طيب احنا رجعنا، بس بص يا استاذ رضوان، رجعنا للكابتن عصام مش بصفته رئيس لجنه الحكام، هو راجل حكم دولي، هو محاضر دولي، في الاتحاد الدولي في الفار، يعني هو بيحاضر للحكام. انا بقى احنا فهمنا منه عشان نجمل الكلام ان الامر يعني احنا كلامنا طلع صح، القانون مش بالاربع حالات بالظبط. وادانا مثال ويبعت لنا برضو على الواتساب حالات نعرضها على الناس، لكن في النهايه بس دي تفتح وجهه النظر، يعني تفتح احنا قلنا القرار عادل ان الهدف غير شرعي. نعم. احنا بنتكلم على اجراء. خلاص هو قال، هو الكابتن عصام، انا مختلف معاه في ايه بقى؟ انا مختلف معاه، اصل كلمه روح القانون دي مطاط، خلاص هواء بقى. وبعدين في ناس بتستخدمها وفي ناس ما بتستخدمهاش، وفي ناس بتستخدمها للاهواء وفي ناس ما بتستخدمهاش للاهواء برضو. يعني في حالات كتير جدا، وانا الذاكره طبعا ما تسعفنيش ان اسرد لك حالات قويه جدا جدا المفروض كان اولى ان هو يتدخل روح الفار في الموضوع ده. طيب ما بتدخلش. هل ليك تعليق اخير يا كابتن عصام؟ لا ابدا، انا بس يعني ايه، انا بس عاوز اتدخل على الاهواء. احنا لما بتكلم على روح القانون ده حاجه موجوده في صلب القانون، مش بيالفها مع طب ما يبقى بس يطبق على كابتن عصام روح القانون دي قبل الفار يا كابتن، قبل تطبيق الفار. بتكلم على روح بروتوكول الفار، يعني انا ما بجيبش حاجه من عندي، لكن هناك من يستخدمها بالشكل الصحيح حسب امكانياته، وهناك من لا يستخدمها بالشكل غير الصحيح. وده حقيقي، لان كلنا عند ربنا مش زي بعض، حتى الحكام ادائهم ومستواهم مش زي بعض حقيقه. صحيح. في كل العالم. طيب كابتن عصام، يعني لو تدينا انفراد تقول لنا اسمين لو عندك المعلومه، واحد منهم هيحكم نهائي ده دوري الابطال في الصوره، يعني توقعك يا كابتن. توقعي ادينا حته بقى. بتضحك انت. هو اللي هيدير المباراه حكم ممتاز جدا على بطل كريم بشكل كبير، فيكتور جوميز، حكم امين جدا جدا، فيكتور جوميز جدا جدا جدا، بتحبه انت يا كابتن مدحت وكل الساده الضيوف. يبقى هو فيكتور جوميز زي ما انا قلت. بيحبوه يعني، بس خلاص يبقى هو فيكتور جوميز. تمام كابتن عصام، بشكرك على المداخله يا كابتن عصام. شكرا كابتن شكرا جزيلا، يعني استغنقنا وقت طويل في هذا الامر، كنا نتكلم بس وقت مهم جداً. مهم جدا، لان الراي العام كله دلوقتي بيتكلم. انا الكابتن عصام انا بحبه جدا، وراجل شخصية محترمة، طبعا. بس انا نفسي بقى احنا هنقعد وهنراقب موضوع روح الفار ده، لان دي جديده.
احنا روح الفار بتطلع روحه البروتوكول اللي هو الفار يعني روح الفار طيب روح الفار والكلام ده كان قبل الفار لا ما دي بقى حاجه جديده ده عباره التمس العذر ده مصطلح جديد بشر وكابتن مدحت الطاعين مش عارف المصطلح روح الفار ده هيحسب لك في تاريخك أيوة لأنه طبعا. أول مرة نسمع حاجة اسمها روح الفار بالزبط. يعني في الدولة الإنجليزية روح الفار أنا والله احنا بنتكلم كلام ما لا حسن أنا لجأت له كمحاضر دولي هو بيقول لك دي تحديثات لا مش تحديثات لا اصل الروح الروح دي ما فيهاش تحديثات الروح دي اجتهاد من الحكم لا 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 لان حكم الفار لا يا باشا لا 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 لا, 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 لا هو بيقول لك ان روح القانون ديت هو مش روح الفار هي روح القانون بس ده كان زمان روح القانون ده معموله من اول ما طلع القانون لكن ما فيش حاجه روح الفار صدقني حكم بشر وحكم بيخطا جدا وانا وكلنا بشر مصطلح جديد وانت صاحب الطبعه بتاعك طيب الف حمد يا رب اذا حوار اخر ولكن بعد الفاصل طيب ربما موضوع الحقيقة الفار أخذ وقت كبير جدا روح الفار فبالتالي أصبح عندنا خمس دقائق الحكاية كلها فخلينا بسرعة كده النادي الأهلي فيما يتعلق بقى بالتذاكر احنا اتكلمنا على الست نقاط اللي اتكلم عنهم وأشدنا بيهم وكلام ده كله هيعمل إيه في موضوع التذاكر هو الأهلي طبعا من حقه أنه يشتري نص التذاكر مثلا الاستاد ساعته 55,000 الاهلي ياخد 25 هو التذاكر تطبع 35000 تذكره 35000 ده الملعب اللي قدامنا اهو الاهلي يبقى ليه 17.5 17 5 بتوع او الفريق بتوع الاتحاد الافريقي يعني قول 30 مثلا 30 يبقى 15 يعني الاهلي ياخد 15000 تذكره يشتريهم طبعا يعني الاقصى عدد من الجماهير ممكن يروح المغرب انا يعني لو وصلوا 5000 يبقى ده انجاز تاريخي ان انا اودي 5000 متفرج للمغرب بطيارات ده يبقى انجاز تاريخي لان انت عارف لو 5000 محتاجين كام طياره 15 طياره انا في كاس الامم انت ما قدرتش تودي اكتر من 2000 ولا انت وديت 300 لا يعني انت وصل يا ريس ودينا كتير ودينا 3 طيارات 900 واحد وصل 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 حوالي مره في مش عارف في قبل النهايه ولا ايه حوالي 2000 كده يعني انت اقصى ما يمكن انك انت توديه 5000 وال 5000 دول هيقعدوا في نص في المدرج في المخصص المدرج بتاعك وانت طيب السؤال هنا هل الاتحاد الافريقي يسمح ان باقي المدرجات تبقى فاضيه خلي بالك هو بيسوق ال 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 ما انا اشتريته هو بيسوق اللي هم الفلوس هل هيوافق هو مش هيدخل حد بغير تذكره هو اللي الاهلي اشترى التذاكر المفروض بقى امنيا وتنظيميا ما يحصلش ان ناس احنا شفنا ماتش الرجاء كان في ناس نطت من السور امام الاهلي نطت من على سور مركب محمد الخامس ودخلت الملعب بدون تذاكر صحيح. لو في بقى اجراءات امنيه اللي هي طال احد الطلبات اللي طلبها النادي الاهلي في الست طلبات التأمين امبارح تامين المباراه ما بقاش في ليزر ما بقاش في شماريخ ما بقاش في دخول عشوائي للجماهير لو ده تنفذ والاهلي اشترى التذاكر هيدخل ازاي يعني لا هو سؤالي هل الاتحاد الافريقي هيوافق ان تبقى في مدرجات خاليه هو ده السؤال هو انا شاري التذاكر اروح ما اروحش بقى براحتي ما اعرفش هو امتى المدرجات لو اتسربت التذاكر لو الاهلي مثلا هل الاهلي ياخد التذاكر ويبيعها للمغرب لا طبعا لا طبعا هو هيشتري 15000 هيروح 5000 ال 5000 هيقعدوا في نص المدرج بتاعه ممنوع اي متفرج مغربي يدخل المكان ده لو دخل متفرج الماتش ده يتلغي على طول لازم يبقى فيه اجراء لو حصل اي اجراء لان الاهلي بقى هيبقى قاعد مش هيحصل بقى زي ما حصل في السودان انت الليزر موجود ماشي ناس اتضربت ماشي اتحدف ازايز في على يا مش عايزين نراجع الذكريات دي لا انا بقول انا بقول ماشي الناس تسهلت اللي الناس بتوع اتحاد الكره تسهلوا ما كانش في اي اجراء انا لا يعني ساعه ما جه محمد صلاح يسدد ضربه الجزاء ضربه السنغال انا بتكلم على السنغال كان المفروض يبقى في اجراء بيقول لك كان لازم ان محمد صلاح ما يلعبش الا ما توقف الليزر ده يعني انت كان في اجراءات كتير جدا ممكن هم قالوا ان محمد صلاح قال لهم ان انا ما كنت شايف الكوره وانا بحط طبعا الكلام ده قاله المساعد بتاع كيروش بالظبط فانت دلوقتي الاهلي اكيد طبعا مصحصح واكيد لما الاجتماع التنظيم بتاع المباراه والاجراءات اللي الاهلي مستني بكره يجي له رد على الحاجات الست مطالب اللي طلبها فاذا الاهلي مش هيفوت خطا واحد سواء قبل المباراه او بعد المباراه او اثناء المباراه تمام كل ده هيبقى اندر كنترول في الماتش كله يعني اي خطا الاهلي ممكن يقف ويقول لك لا انا مش لاعب
لا احنا نستبعد كلمه انا مش لاعب، لا خالص. مش لاعب ايه كبير قوي قوي لا انا مش لاعب مش هينسحب انا بتكلم ان ان لازم تكون الاجواء داخل الملعب وخارج الملعب مستعد لكل اجواء صحيحه مليون في المية مليون المية طبعا وكل حاجه هيبقى باجراءاتك لكل موقف يعني انا اقصد ان الاهلي هيتعامل مع الموضوع بالورقه والقلم والدليل ومراقب المباراه والمنسق الامن كل الكلام ده هيبقى ماشي بدقه متناهيه بالتاكيد. وخلي بالك ده ممكن جدا ان جمهور الرجاء ده ضغط على المغرب على فكره يعني يشجع الـ الـ الاهلي لانه تعرفين جمهور الرجاء لا يشتري التذاكر ويبيع جمهور الرجاء يخش مع جمهور الاهلي. وعلى فكره في النهايه دي رياضه ومحبه واحنا عايزين لانه اشقائنا في المغرب بيبعتوا يا جماعه كميات من التعليقات غير طبيعيه فعايزين ناكد لهم هم حبايبنا واخواتنا لازمتنا مش مع المغرب ولا النادي الوداد القضيه مش مع المغرب ولا النادي الوداد القضيه مع الاتحاد الافريقي مع الاتحاد الافريقي والاهلي في بيانه احنا بقالنا بقالنا حضرتك 3 سنين المغرب لازم تنظم النهائي يعني اول مره مصر خدتها بالقرعه السنه اللي فاتت قبل ما نروح لقبل النهائي الاهلي هيلاعب الترجي والوداد هيلاعب كازر تشيفت صح فطبعا كل التوقعات لصالح الوداد جه الوداد خرج فالاهلي لعب في المغرب امام كازر تشيفت بس مش مع الوداد يعني انا عايز السنه دي نفس الحكايه صحيح الموضوع ده سريع. ده درس كبير جدا ايوه لو في دوره رمضانيه نطلب تنظيمها الاتحاد الافريقي ينظمها احنا نطلب تنظيمها بس كده هو ده الكلام بس هو ده الخلاصه استاذ شريف شرفت النهارده حبيبي يا كابتن حبيبي يا كابتن ربنا يخليك انا سعيد استاذ رضوان شرفت النهارده اشكرك شكرا جزيلا مع الحالات التحكيميه وانا سنتحدث عن روح الفار بمشيئه الرحمن مع الكابتن مصطفى اسماعيل ولكن بعد الفاصل